في خطبة تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، أقدم مجموعة من العلماء الأجلاء على الإفتاء بجواز تأدية صلاة العيد رفقة الأهل في المنزل. صلاة العيد ركعتان، تبدأ الركعة الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ويسن أن يقرأ الإمام بها بعد الفاتحة سورة الأعلى. الركعة الثانية، خمس تكبيرات مع تكبيرة القيام، ويسن أن يقرأ الإمام بعد الفاتحة سورة الغاشية. لا خطبة لصلاة العيد في المنزل، ولكن أكثر من ترديد تكبيرات العيد. تقبل الله طاعتكم. طيبة لحياة طيبة.